السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذا الفيديو جديد في قناة فيصل المدن. اليوم إن شاء الله بإذن الله ننتقل بكم إلى وزارة الصحة والفضيحة ديالها والشوهة ديالها. طبيعي الحال تقول لي كيفاش الخبر اللي نقرأ عليكم دابا. أنا خليك في أول تعليق نقاش تشوهنا تفضحنا دوليا. قائمة دولية تفتح أي تقلب، وانتم عرفتوا أي تقلب شكون هو؟ هو وزير الصحة ديال وزارة الصحة. أي تقلب مور باس، أي تقلب مور الجرعة الأولى والثانية والثالثة، أي تقلب اللي كيعرف يخرج عينيه داخل قبة البرلمان وتقول باس والثالثة ثابتة، تخرج عينيه أمام المنابر الإعلامية تقول باس والثالثة ثابتة. هذا أي تقلب. بطبيعة الحال أي تقلب وزير الصحة. نجيو حنا ندويو على واحد الموضوع جد مهم. أي وزير كيف ما كان نوعو أولا مدير شركة كيف ما كان نوعو، شكون اللي كيحكم عليه على أرض الواقع؟ الأرقام ديالو اللي تحققها أولا الإحصائيات الرقمية. إذا كانت الأرقام مزيانة والإحصائيات مزيانة راه هو غادي في الطريق الصحيح، ولكن إذا كانت الأرقام سلبية والإحصائيات سلبية كتلقى غادي في الطريق الغلط. يا خلاصة القول، ولكن السياسة اللي هي كانوا كيطبلوا علينا وكيستابلوا علينا بها على أن السياسة ديال أي تقال قالك سيدي خلقت معجزة مغربية خلال فترة جائحة كوكو 19. شنو هي هذه المعجزة أي تقال؟ نقولك المعجزة، المعجزة ديال عامين، النساء ولدوا في الطوموبيلات، النساء ولدوا في الشوارع، مستعجلات عامره ولكن ما كاينش الممرضين، ما كاينش الاطباء، قلت الممرضين، قلت الاطباء، قلت الماتريال، قلت الادويه، قلت المصحه، قلت الصحه. هادشي كامل ديال المعجزه، ودي المعجزه في حد ذاتها خصنا نفتخروا بها، نفتخروا. شنو عطيتي في هاد الخمس سنوات؟ لاباس الجرعة الأولى والثانية والثالثة ثابتة، هادشي حفظناه معاك. ولكن هاد الخبر فرش كلشي وفضح كلشي. فضحت قائمة مجلة نيوزويك العالمية وشبكة ستاتيستا للدراسات الإحصائية لأفضل مستشفيات العالم، اسمع معايا مزيان، لأفضل مستشفيات العالم، سياسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي الذي يتولى القطاع لما يناهز الخمس سنوات، إذ لم يتم إدراج أي مستشفى مغربي ضمن هذه القائمة. واش فهمتي معايا ولا ما فهمتيش؟ واش فهمتي داكشي اللي فهمت أنا ولا ما فهمتيش؟ الخوت قبل ما نزيد معكم ما تنساوش معنا واحد القضية، ديما البارتاج، قولي لك ذلك فضلا وليس امرا. واللي بغى يشارك معنا في القناه مرحبا به، واللي ما بغاش يشارك مرحبا به، حنا ولا الضل كبيره. ولكن هذه الفضيحه هذه راس الحاس فضيحه عالميه وما بغيناهاش ليه، هو ما بغيناش ليه مسكين. هذه الفضيحه بقى فيا، بقيتي فيا اي تقلب، ولكن ما درتيش الدور ديالك كوزير، نسيتي الدور ديالك. علاش اخويا ما درتش شي مستشفى؟ نعم سيدي، شي مستشفى في المستوى ضمن القائمة الدولية. علاش؟ لقاش ما عندناش، وراه عندنا الفلوس، وراه تقالب، راه قلنا خصنا شي مستشفى بلا اللي يدخل من الباب يتشافى ويخرج، يريد يدخل ويخرج، أيولي بخير ولا خير. علاش ما نقوموش بالمستشفيات ديالنا، نقادوهم من طقطق حتى السلام عليكم، وحتى من الطواليطات نقادوهم يوليو بخير وعلى خير، حتى من الطواليطات. التصنيف الذي يصدر للعام الرابع على التوالي يعتم في تحديده لأفضل مستشفيات العالم، منها قدرتها المستمرة على تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى بطبيعة الحال، وإجراء البحوث الطبية الخاصة حتى في الوقت الذي ركزت فيه جهودنا على مكافحة فيروس كوكو 19.
واش بيني وبينك حنا ما عندنا حتى شي مستشفى باش انها تخوض مباراه عالميه دوليه باش انها زعما كاينه تبان في الساحه الدوليه ما عندناش لا ما كنظنش يا اخي من اجل تقديم الرعايه العاليه الجوده كاك رعايه عاليه الجوده للمرضى ما كنظنش خصك تمشي بالفلوس خصك تمشي تدوز بالفلوس حنا ما بغيناش نمشيو ندوزو بالفلوس لا انا ما بغيتش ديك المصحه تكون خمصاصه لا بغينا مسكين ولا الفقير ولا اي واحد راه الصحه هادي اي كنتو كتخافوا على الصحه ديالنا وبينوا لنا بينوا لنا نعم اسيدي كتخافوا على الصحه ديالنا ديروا لنا مستشفيات نعم اسيدي وداك الماتريال الواعر بنادم يجي فرحان بحال اللي غادي يوطي 5 ايطوال نعم اسيدي ودوزوا له وداك التعامل نعم اسيدي وداك التقلب وداك الفحص والراديونات والسكانيرات وهادي وهادي بغينا نلقاوهم فابور كلشي فابور واسكاني كيقولك سير دوزو ليه ولا سكاني تيعطيك واحد المده سيم نعم اجيب النوبه ديالك وتظل المستشفيات المميزه حسب القائمين على هذا التصنيف قويه الى حد كبير من خلال جذب افضل الاشخاص واولئك الذين يركزون على تطوير اساليب جديده للرعايه وتقديم الرعايه بشكل افضل طبيعي الحال الناس كيبغي تخدم البلاد ديالها كتركز وكتطور من هذا هاد القطاع لقاش القطاع الصحي والقطاع التعليمي ضروريين في الحياة قطاع التعليم قطاع الصحي راه أشياء ضرورية في الحياة التصنيف ضم أول سابقة من نوعها اسمع معايا التصنيف كيفاش خرج اسمع مستشفى سعودي يعني احتلت شحال مرتبة 126 دوليا هادي هي مستشفى سعودي مستشفى وحدة في السعودية احتلت المرتبة 126 دوليا وكتجي واحد المستشفى كذلك من دبي هادو هو المجموع جوج ديال المستشفيات بطبيعة الحال ما ندويش على العراق وليبيا هلكوهم الحروب ساكن دكدكوهم سالو معاهم ما ندويش على الدول لقاش حتى الدول كانوا عندهم مستشفيات من الطراز الرفيع 5 نجوم والله العظيم ولكن التصنيف فضح كل شعارات وزير الصحة المغربي التصنيف فضح كل شعارات وزير الصحة المغربي طبيعة الحال أيتقل وحاشيته التي ظلت تطبل لسياسته التي قالوا إنها خلقت معجزة مغربية خلال فترة جائحة كوكو 19 حنا واقيلا راه ما عندناش مرتبة حنا واقيلا راه حنا ما بين الدول الخارة حنا راه واقيلا ما مصنفينش ما كاع ما مصنفين حنا باش عرفوا شنو كاين هذا التصنيف يزيد من عزلة أيتقل الملاحق بتقارير حول الشبهات فساد صفقات أبرمها خلال جائحة كوكو 19 الله أكبر والذي يتعرض لانتقادات واسعة بخصوص قراراته الارتجالية ومنه من عرض اقتصاد الوطن للخطر تفضحتي أبو أيتقال تفضحتي بلا ما ندوي لك الصفقات كما قلت راه كون هناك صفقات بحال داك البي سي ار السريع بلا ما كيديروا في المطارات راه فلوس هذاك هذاك راه فلوس بنادم جاي من المغرب من الدول ملقح عنده البي سي ار ديال 48 ساعة وتزيد انت البي سي ار السريع علاش زعما علاش ولكن هاد المسائل نخليوها صحاب المراقبة والمتابعة بطبيعة الحال حنا بغينا تكون المتابعة لجميع الوزراء والمحاسبة لجميع الوزراء من أين لك هذا هادشي اللي خصنا مستقبلا باش كل واحد يدير خدمته ويتقاد مع راساتو في الطريق هادي خلاصة القول الخوت والخواتات بصحتكم الشهور الفضيحة بلا ما عندكم حتى مستشفى مصنفة دوليا ما عندناش مستشفى مصنفة دوليا ما عندناش ما عندناش ما عندناش وهذه فضيحة كبرى بحال واحد الفريق الوطني ديال كرة القدم لا وجدتيه كيعطي ما وجدتيهش ما كيعطيش بحال المستشفيات وجدتي شي مستشفى في مستوى دولي تبان في الساحة الدولية ما وجدتيش ما تبانش بطبيعة الحال خوتي وخواتات شكرا جزيلا للمتابعة أحبكم في الله بارطاج ديالك على وسائل التواصل ومشاركة في القناة ديالك فضلا وليس أمرا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا